قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح الصباح بسبع سنوات في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش وفق وسائل إعلام كويتية، فيما امتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بذات القضية. وهذا ويذكر أن جذور القضية تعود لعام 2019 حيث تم الكشف عن الاستيلاء على 800 مليون دولار من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين. من الكويت ينضم إلينا المحامي والكاتب السياسي صلاح الفهد. سيد صلاح حياك الله معي في نشرة الرابعة. ولما هي حيثيات هذه القضية وكيف تم الحكم فيها قانونيا حسب الدستور أو القانون الكويتي؟ يا هلا أستاذ خالد، أول شيء نوجه لك التحية ولمشاهدين قناة العربية نوجه لهم كذلك التحية. أولا طبعا هي قضية خذت كل درجات التقاضي، محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة وكذلك محكمة التمييز، تحولت من محكمة قانون إلى محكمة موضوع وحكمت فيها وتغير الحكم من أول درجة إلى التمييز كذلك. طبعا هذه قضية منظورة منذ عام 2019 اللي هي في موضوع قضية صندوق الجيش، وهذه القضية وفقا للمادة 20 و21 لسنة 2013 بخصوص غسل الأموال تم الحكم فيها، ويعتبر هذا حكم نهائي وبات وانتهى الموضوع فيه، لا يمكن البت فيه الآن، والحكم هو عنوان الحقيقة مثل ما يقولون رجال القانون. يعني ما الفرق بين حالتي وزير الدفاع وشيخ جابر فيما يتعلق في هذه القضية؟ يعني طبعا هو وزير الداخلية وليس وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح اللي هو كان وزير الداخلية ورئيس الوزراء. الفرق طبعا اولا هي محكمة، هي كانت منظورة امام القاضي. الفرق اللي احنا نقدر نقوله بان اثناء التحقيقات قام سمو رئيس مجلس الوزراء السابق اللي هو الشيخ جابر المبارك الذي حكم عليه بالامتناع برد مبلغ 53 مليون دينار الى المحكمه اثناء الى النيابه العامه عفوا اثناء التحقيقات، اثناء سير التحقيقات. وهناك كذلك ماده في القانون نفسه يقول لك ان اذا انت رديت الفلوس، اذا ارجعت المال او اذا سددت الغرامه او 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 ارشدت النيابه العامه اثناء سير التحقيقات قبل تحويل المحكمه الى القضيه قد تعفى من العقوبه، ولكن بالنهايه هو اخذ امتناع، والامتناع يعتبر عقوبه وفقا للقانون الكويتي. ما هي وهذا ما هو هي الفرق ما بين الحكم اللي صدر ضد رئيس الوزراء السابق وضد وزير الداخلية؟ هذه سابقة، تعتبر سابقة أولى في قانون وكذلك في من ناحية سياسية أيضا في الكويت. ما دلالتها وما هي تأثيراتها المستقبلية سيد صلاح؟ بالعكس، أنا أشوف تأثيراتها المستقبلية راح تكون جيدة، لأن الكويت أصلا مقبلة على مرحلة استثمارات خارجية بإذن الله، وعلى شركات، عندما الشركات العالمية عندما تأتي وتدخل الشركات العالمية ترى بأن الدولة حاسب الكبير والصغير وأن القانون فوق الجميع، وهذا الشيء اندل يدل على أن البلد فعلا قاعد تكافح الفساد في كل أنواعه. طيب الآن بصدور الحكم فيما يتعلق بجانب التمييز يعني القانوني، هذا يعتبر حكم نهائي غير قابل أبدا للتراجع؟ هي بالأساس محكمة التمييز تعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولكنها تتحول إلى محكمة قانون إذا نظرت القضية بعد غرفة المشورة، وتحولت إلى محكمة موضوع وحكمت فيها وغيرت الحكم على ما أعتقد كذلك. هذه القضية هل يمكن أن تؤدي إلى محاسبات وقضايا أخرى في قضايا فساد سيد صلاح؟ طبعا، يعني أنت قاعد تتكلم في أن يعني منو عندك أكبر من رئيس الوزراء ووزير الداخلية؟ هي المشكلة في الأساس إن بأن كانت وحدة التحريات المالية تابعة لوزير الداخلية نفسه اللي هو كان في منصبه، وتحولت بعد ذلك إلى وزير المالية، وعلى ما أعتقد بأن مجلس الأمة سيشرع قانون في الفترة القادمة بأن وحدة التحريات المالية سوف تكون هي مستقلة لحالها هي تستطيع المحاسبة والرقابة على كل. نقصد يعني إن هذه القضية هل يمكن توقع خلال الفترة القادمة القريبة أو البعيدة أن نشهد قضايا فساد يتم التعامل معها بشكل أكبر، يعني بعد فتح هذا الباب بهذا الشكل الآن وهذه الأسماء أيضا متواجدة في هذا الملف؟ بالضبط، وهذه أكبر قضية فساد في تاريخ الكويت تعتبر، من حيث الأسماء ومن حيث الأشخاص الشخوص، وتم الحكم عليهم، وهذا يدل بأن القانون فوق الجميع في الكويت. وبالعكس هذا الشيء يعطي نوع من الاطمئنان والراحة للشركات الاستثمارية التي ستأتي وستستثمر في الكويت في الفترة القادمة،
مع مساعدة من تشريعات مجلس الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت لك شيء يدل هذا يدل بأن القانون فوق الجميع. واضح. طيب شكرا جزيلا لك صلاح الفهد المحامي والكاتب السياسي ضيفي من الكويت. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.